بالنسبة حق النموذج اللي ذكرته في التحليل، شنو سبب اختيارك له؟ نموذج بنت طبعا هو يؤسس، لان الوحده الاساسيه في التحليل السياسي او تحليل الموقف السياسي هي المورد السياسي اللي يتم النزاع عليه، ويعيد تعريف المورد السياسي بناء على طبيعه الحاله والنزاع بين اللاعبين السياسيين في اي حاله سياسيه. فبالتالي الازمه الخليجيه ينطبق عليها هذا النموذج بشكل كبير جدا، لان هي نزاع واضح على مورد واضح من السياسيه، وينتقل بعدين بنت لتحديد طبيعه الصراع هذا على المورد وكيف يتطور بناء على تطور الطلب على المورد، يعني تفسير اقتصادي مرتبط بالعرض والطلب، وكلما زاد الطلب على المورد وقل المعروض كلما زادت فرصه النزاع السياسي، وهذه تحقق الازمه الخليجيه من قيد ان هي تكون مرتبطه فقط باحداث راهنه وبخلاف بين الدول على ملفات سياسيه، هي في الحقيقه استمرار لنزاع مستمر حول المورد السياسي.